السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع شيق جدا، ناس كتيرة بتسمع عنه ولكن ايضا ناس كتيرة ما تعرفش عنه ما هو معناه. النهاردة هنتكلم عن هيئة المحلفين. اوقات كتيرة بنتفرج على بعض الافلام الاجنبية، وفي الافلام بيكون فيها مشاهد لمحاكمات، وفي المحاكمات بنسمع ان الحكم فيها بيكون لهيئة المحلفين. وعلشان ما اطولش عليكم خلينا نبدأ ونعرف مع بعض من هم هيئة المحلفين. وبكل اختصار، دول كتير جدا حول العالم بتعتمد على فكرة ان الحكم للشعب، وبتطبق المبادئ الديمقراطية بانهم بيخلوا الناس او المواطنين يشاركوا في تطبيق العدالة الجنائية. وبتطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار هيئة المحلفين، هنلاقي ان اختيار هيئة المحلفين هو اختيار طبيعي جدا لعدد من المواطنين بشكل طبيعي تماما. بيتم تعيينهم في هيئة المحلفين لقضية معينة، بيسمعوا فيها كل تفاصيل القضية، بيسمعوا الادعاء والدفاع، وبعد كده كل واحد بيكتب رأيه سواء كان المتهم مذنب او غير مذنب، ويتم تقديمه لهيئة المحكمة، ويتم اعتماد القرار او الحكم طبقا لرأي هيئة المحلفين. يعني القاضي بيصدق على الحكم الصادر من هيئة المحلفين، وده طبعا يعرفنا قد ايه قوة هيئة المحلفين في القضايا الجنائية. يعني بكل اختصار نقدر نقول ان هيئة المحلفين هم ناس طبيعيين تماما زي وزيك، ولكن بيتم اختيارهم للحكم في قضية معينة، بيسمعوا تفاصيلها وبناء على هذه التفاصيل بيحكموا سواء بالإدانة أو البراءة. ويتم اختيار هيئة المحلفين عن طريق المدعي العام والدفاع، وطبعا بتستغرق مدة الاختيار ما بين ساعة واحدة أو عدة أيام حسب خطورة القضية أو حسب خطورة الحادث الذي ينظر أمام المحكمة. وطبعا هيئة المحلفين بيشاركوا في معظم القضايا التي تنظر أمام المحاكم، ولكن هناك بعض القضايا بيتم الاختيار بعناية فائقة فيها لهيئة المحلفين، زي القضايا التي يكون الحكم فيها متوقع بالإعدام. وفي هذه الحالة بيتم اختيار أعضاء هيئة المحلفين بشكل دقيق جدا، وبيختاروا أعضاء عندهم القدرة على فرض العقوبة بشكل قانوني فقط وليس بشكل عاطفي. وطبعا بيتم إبعاد أو بيتم تنحية أي عضو يكون عنده ميول دينية، إن هي ممنوع تماما إن أنت تعدم أي شخص أو تفرض عقوبة الإعدام عليه. هنا بيتم تنحية العضو واختيار عضو بديل ليه. وده بيخلينا نقدر نقول بكل تأكيد إن اختيار هيئة المحلفين بيتم بشكل دقيق جدا وليس بشكل عشوائي إطلاقا، لأن بيكون مستقبل الناس متعلق في إيديهم، فعشان كده لازم يحسنوا الاختيار. وانهم يحسنوا الاختيار هنا لازم ان هم يختاروا اشخاص اسوياء عندهم القدرة على فرض العقاب والجزاء، ان هم ما يقدروش ابدا ان يفرضوا عقاب بناء على اهوائهم الشخصية، لا، لازم يدرسوا القضية كويس جدا وبناء على كده يصدروا الحكم سواء بالادانة او بالبراءة. المهم ان ما يكونش شخص منهم عنده موانع ان هو يصدر عقاب في قضية معينة، وايضا لا يجب ان يكون هناك اي صلة قرابة بين اعضاء هيئة المحلفين واي طرف من اطراف المتقاضين، لان ده بيخلي هناك بعض استشعار الحرج ما بين هيئة المحلفين وما بين المحكمة نفسها. فعشان كده لو في حالة من هذه الحالات بيتم تنحية العضو واختيار عضو بديل. وفي الحقيقة دول كتير جدا بتعتمد في نظامها القضائي على نظام هيئة المحلفين، زي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة كأهم دولتين، والعديد من الدول بيعتمدوا بشكل كبير جدا على نظام هيئة المحلفين لأنه شايفينه شكل من أشكال الديمقراطية، وبالتالي صعب جدا إن هم يستغنوا عنه لأنه شايفينه إنه بتكتمل بيه العملية الديمقراطية وبيكون فعلا الحكم للشعب في مثل هذه الأمور. وفي الحقيقة هو فعلا شكل كبير من أشكال الديمقراطية وبيساعد العدالة بشكل كبير، لأن هيخلي إن الحكم صادر من الشعب من رؤيات مختلفة، فبالتالي هيساعد المحكمة على إصدار حكم سليم غير معيوب. وطبعا في مصر عندنا لا ينطبق نظام هيئة المحلفين، ولكن بصراحة أنا أتمنى أن يكون عندنا النظام ده، لأنه هيساعد بشكل كبير جدا في تطبيق العدالة، وهيساعد القضاة وهيساعد المحاكم في إنجاز القضايا، وفي نفس الوقت إصدار أحكام سليمة غير معيوبة وتطوير النظام القضائي في مصر. وأخيرا بيكون عدد أعضاء هيئة المحلفين في أي قضية من المتعارف عليه أنه لا يقل عن 12 عضو، ممكن يزيدوا عن كده، لكن المتوسط والغالب بيكون 12 عضو من المحلفين. وبس كده، ده كان موضوعنا النهاردة، اتكلمنا فيه عن هيئة المحلفين بكل مواصفاتها وكل الشروط التي تنطبق على تعيين هيئة المحلفين ودورها كمان في المحاكمات، وأتمنى المعلومة تكون وصلت لكل الناس. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة أتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان تتابعوا كل ما هو جديد، ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم.